بودكاست رهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا اليوم معنا الجزء الثامن والأخير من سلسلة حلقات Toxic Relationships رح نكمل فيها حديثنا عن الحدود لهيك بشجعك تسمعي الحلقة الماضية رقم 116 يلي حكينا فيها عن تعريف الحدود وأهميتها بعلاقاتنا وبدأنا بالفئة الأولى أو النوع الأول من الحدود يلي هي حدود الموارد مثل الوقت والطاقة بحلقة اليوم رح نحكي عن الفئة الثانية من الحدود الحدود النفسية والجسدية وبالاخر رح نختم بنصائح لوضع حدود صحية وحدود واضحة ومفهومة لنا وللاخرين الكاتيجوري الثانية من الحدود هي being related boundaries حدود متعلقة بالذات والكينونة بتكون حدود من درجة أصعب شوي يعني عملية معقدة إنك تحطي حدود نفسية وجسدية لهيك اعتبري أول فئة كأنه هي تدريب يعني أنا بتدرب حط حدود بوقتي وطاقتي مشان تتقوى عندي عضلة بناء الحدود فأقدر حط حدود نفسية وحدود جسدية بعلاقتي مع اللي حولي رح نبدأ بالحديث عن الحدود النفسية وهون بحب شاركك بنقطتين كتير مهمين لازم تعرفيهم وترسخيهم بذهنك كتير منيح النقطة الأولى أنت بتستحقي أنك تتعاملي بطريقة جيدة أنت بتستاهلي أنه الآخرين يعاملوكي باحترام خلي هي تكون قناعة عميقة جواتك أنت مهمة وبتستاهلي يكون عندك وقتك الخاص وكيانك الخاص ووجودك ورأيك الخاص للأسف كبنات نحن تربينا من الطفولة على أوامر مثل ابتسمي وطي صوتك اعدي بشكل كويس خليكي هادية حاجة تحوصي وتتحركي وكبرت معنا هالمفاهيم وأخذت أشكال مختلفة لكن الجوهر واحد اعملي ريجيم اختصري مساحتك بالحياة ظاهري حالك قد ما فيكي وكمان احتفظي برايك لنفسك، عيب البنت يكون صوتها عالي او تغضب او تعبر او يكون إلا راي ووجود لو كان رح يسبب اقل عدم راحه للاخرين، تربينا على أن راحه الناس اهم من راحتك وانت وجودك هدفه هو اسعاد الاخرين، لهيك اكتفي باقل مساحه مع مبدا لا احتياجات لا صوت لا افكار مشاغبه. كل هذا كلام توكسيك لأقصى درجة وأفكار غلط بغلط خلت عنا شعور عدم الاستحقاق. أنت مثلك مثل أي ذكر، مثلك مثل أي إنسان تاني لك الحق بالمساحة والوجود، لك الحق بالكينونة، ولك الحق بتلقي المعاملة النفسية اللائقة بقمة الاحترام والكرامة. نقطة تانية لا تضحي بنفسك في سبيل الحب. نحن كبشر من أعمق احتياجاتنا النفسية هو الاحتياج للقبول والقيمة والانتماء والحب. لكن يلي منعمله كإناث تحديداً إننا نصاب بمرض العطاء اللامتناهي. فمنبذل كل مواردنا في سبيل اللي حوالينا وصولاً إلى بذل طاقتنا النفسية حتى. كله في سبيل إسعاد الآخرين وراحتهم في سبيل الحصول على فتات من الحب على كسرة يابسة من القبول عم نشحد الانتماء عم نستجدي الناس لتعطينا قيمة هاي المأساة النفسية لما بتأخذ شكل عملي بتكون ممثلة بغياب كلمة لا الكلمة السحرية كلمة نو no بتكون خارج قاموسنا لكن يلي تعلمناه بسلسلة الثمان حلقات هاي عن العلاقات التوكسيك انه قديشنا نحنا محتاجين نتدرب على كلمة لا تكون مهمة وجوهرية بحياتنا خلينا نحكي عن الحدود النفسية من خلال جمل لما تسمعيني عم أولى يمكن تلاقي في إلى صدى جواتك وتقرري أنك أنت كمان محتاجة أولية لأشخاص معينين بحياتك إلى صديقتي ربنا يعلم غلاوتك عندي وقديش أنا ممتنة لصداقتنا لكن أنا لما أغضب أو عصب بحتاج مساحة أمان وأنتي هالمساحة الأمان تبعي، فأرجوكي لما تشوفيني معصبة، ينفع تبطلي لي جمل مثل: شو عندك بي ام اس؟ شكلها رح تجيكي الدورة الشهرية. هذا النوع من الهزار أنا ما بحبه. سواء كانت ملاحظتك صح إني فعلا بأعراض ما قبل الدورة الشهرية، فهالجملة ما بتساعد بالمرة. أو لو كان تخمينك خطأ، فشو لازمتها هالجملة أصلاً؟ أنا متضايقة أو مخنوق أو مقهورة من شي معين، وإنتِ صديقتي، بحتاجك تكوني جنبي وتقبليني مثل ما أنا، وتكوني لي مساحة أمان إني أعبر وكون على طبيعتي معك. <applause> إلى أخي ممكن من فضلك تخفف بوستات السوشيال ميديا تبع ماي ليتل سيستر كبرت وبصوا ماي بيبي سيستر شو عملت وهي بنتي وتربايتي وشو كبرت وشو الوقت مضى بسرعة إلخ إلخ كأني لساتني البنت الهبلة يلي أصغر منك بخمس سنين وعاملة ضفيرتين وكل المدرسين بالمدرسة بيقولولي إذا أنت أخت فلان بكرة أنت بتتزوج بنت أدي ويمكن أصغر مني فهل هيك رح تعاملها بنفس الاحتقار والنظرة لها كأنها طفلة بحياتها ما رح تكبر وتنضج ولا رح تحترمها وتحطها فوق راسك خلص أنا كبرت وفعلا بتضايق وبنجرح من طريقتك بالكلام عني كأني لساتني هبلة وما بفهم <applause> إلى أختي أشكرك لاهتمامك وإنصاتك، إنك سمعتيني عم فضفضلك هذاك اليوم، بس ممكن بليز ما تشاركي السر اللي خبرتك ياه ولا تقولي لأي حدا؟ أنا لسا ماني جاهزة إني أقوله أو أخبره، فمبدئياً خليه سر بيناتنا، ولو أنا اخترت شاركه مع حدا فهاد بيكون قراري أنا وخياري أنا، مو إنت يلي تشاركي السر مع حدا تختاريه، يا ريت تتفهمي إنه هذا أمر كبير بنظري، حتى لو إنت مو شايفتيه شي مهم، لكن هو عندي أنا سر. وسر خطير وأنا ممتنة إنك وعدتيني تخليه بيناتنا <applause> إلى زوجي ممكن من فضلك ما تتريق علي مع أهلي أو مع أهلك أو مع أصحابنا وأخواتنا عملت مني أضحوك قدامهم واستمتعتوا كلكم بوقتكم بس أنا كنت موجوعة حدا فيكم لاحظ أني ما كنت عم أضحك مبارح بالسهرة ولا حتى ابتسمت رجاء لا بقى تعمل هيك وتتمسخر علي وتضحك علي قدام اي حدا وتقلل من قيمتي بهدف الفكاهة او بهدف انك تقوي علاقتك معهم بانكم تتشاركوا بالتريقة علي والضحك It's not funny انا بكون عم ابكي من جواتي انا بعرف انه زعلي ما بيهون عليك وحبيت اشرح لك قديش هالموضوع بيوجعني وشكرا انك رح تكون حريص ما تعمل هيك مرة تانية إلى حماتي لكن هالكلام زوجي يلي رح يقول إياه ماما شكرا كتير على كل المساعدة وتعبك معنا بس ممكن لو سمحتي لما تطوي الغسيل ما تفوتيه وتوزعيه على دروجنا مرتي ما بتحب هيك انك تفوتي على اوضه النوم وتفتحي الدولاب وتفتحي درج يابا الداخليه هي ممتنه كتير الك لكن يا ريت لما تطوي الغسيل خليه بالسله او بالليفينج روم ونحن بنوزعه على غرف النوم وباقي البيت إلى أمي ممكن يكون هذا طلب من زوجي لكن أنا يلي أتواصل مع أهلي وهو اللي يتواصل مع أهله بالعلاقات الزوجية هاي نصيحة أنه كل حدا يتواصل مع أهله بدل ما يحصل صدام بيني وبين حماي وحماتي أو بين زوجي وأهلي تعبينك يا ماما معنا أنك بتجيبي لنا التموين وبتوصليه على البيت بس ممكن أطلب منك ترني الجرس قبل ما تستخدمي مفتاح شقتنا اللي معك حتى لو متأكدة أننا أنا وزوجي اتنيناتنا بالشغل لكن معلش رني الجرس انك داخلي على البيت وبعدين استخدمي المفتاح براحتك هاي نسخة المفتاح تبعك لكن مجرد طلب بسيط مشان الخصوصية في حال كنا نحن بالبيت مثلا او جوا بالأوضة خلي الأغراض على السفرة وبكفي تعبك وكرمك انه تجيبي لنا إياهم نحن منبقى منضبهم منوزعهم بالمطبخ وبأماكنهم مستنينكم تنورونا انت وبابا على الغدا الجمعة الجاي وما في حاجة انه تستخدمي المفتاح يوميها نحن منفتح لكم لما توصلوا إلى أبي بابا شكرا كتير على العيدية تسلم إيديك والله يخلي لنا إياك ويطول عمرك يا رب لكن لو ينفع أطلب منك طلب أنك تعطيني المصاري اللي أنا أو للولاد ما تعطيهم لزوجي هيك قدام كل العيلة بطريقة واضحة هو بحس بإحراج أكيد أنت مو قصدك أي انتقاص من كرامته لكن يا ريت التعامل بالأمور المادية يكون بيني وبينك بشكل برايفت وأنا بشكرك لتفهمك يا بابا الله يديمك فوق راسنا كرمك مغطينا طول عمرنا ما فينا نوفيك أفضالك علينا الحدود الجسدية أمر دقيق وشائك لأنه جزء كتير كبير منه راجع للعيلة والمجتمع يعني مثلا في عيلة بتلاقيها عادي بحضنوا بعض وعيلة لا ما عندهم هالكلام يعني مثلا أنا أبي بعمره ما حضني نحن ما عيلة أحضان منسلم مصافحة ومنبوس بوستين على الخدين بينما رفيقتي مثلا تربت بعيلة لغة التلامس فيها لغة عالية جدا وعادي إنهم بيحضنوا بعض وبتكون مثلا قاعدة بيجي أخوها بيقعد جنبها وبحط إيده ورا كتفها بكل عفوية لهيك الحدود الجسدية موضوع شائك مو بس للاختلافات بين العائلات لكن كمان حسب البلد وحسب التربية والتنشئة والعيشة بهالبلد وكمان لو أنت عايشة بمدينة بتختلف عن ثقافة القرية وفروقات كتير أكثر من أنه نذكرها بالتفصيل هون ما في صح وخطأ بالمطلق لكن مهم جدا أنك تمشي ورا حدسك وإحساسك أنت بالراحة أو عدم الراحة لان الحدود الجسديه لما يتم تخطيها فهي ممكن توصل لتلامس فج وغير مقبول او حتى توصل لدرجه التحرش وتلاقي حالك عم تتعرضي للمسات غير بريئه من مديرك ولمسات غير مهذبه من دكتور الجامعه المشرف على رساله الماجستير تبعك او تلاحظي نظرات غير نظيفه ولمسات غلط من زوج صديقتك انت وعم تزوريها ببيتها والى ما هنالك من امثله لا نهائيه عن موضوع التحرش، وقتنا ما بيسمح ندخل بتفاصيل كثير لكن مهم انه كل وحده فينا تفكر بظروفها هي وحياتها هي، لو انا مخطوبه شو يا ترى الحدود الجسديه اللي لازم احطها بيني وبين خطيبي؟ لو انا ام شو هي الحدود الجسديه بيني وبين اولادي وحسب اعمارهم؟ أنا لأي مدى بسمح لحالي إني ألمسهم لدرجة فيها تطرف وتجاوز للحدود الجسدية أو يمكن أنا بالأكستريم الثاني من البرود والبعد وعدم التلامس أو الحضن نهائيا فلازم انتبه من التطرف بالناحيتين لو أنا بشغلي بجامعتي بتحركاتي في دوائر حياتي المختلفة ماني واضحة في حدودي الجسدية فيمكن تكون هاي منطقة محتاجة مني مراجعة ومحتاجة مني كمان مواجهة مع الآخر يلي قدامي لو كان عم يتجاوز هالحدود عندي إلك ثلاث نصايح أساسية هن دعائم وحجر الأساس يلي عليه تبني حدود بعلاقاتك نصيحة الأولى حدد القيم والأولويات بحياتك لما تكون قيمك الجوهرية واضحة وتكون أولوياتك محددة فهذا شيء كتير بساعدك بالحدود يلي بتحطيها بعلاقاتك على موقع بودكاست رهاميات www.rehamiyat.com بتلاقي قائمة بالقيم الجوهريه اختاري منا ما بين ثلاثة أو خمسة هن يلي يكونوا الأهم بالنسبة لإلك اكتبيهم قدامك وخليهم المقياس يلي بتقيسي عليه وبشكل مستمر اسألي حالك هل الأمر الفلاني يتماشى مع قيمي الجوهرية؟ هل هو على اتساق مع أولوياتي؟ هل بيساعدني في بناء الحياة يلي أنا عم صممها لنفسي وبدي عيشها؟ بنصحك كمان أنك تعملي التدريب اليومي عن طريق دفتر لايف بوك تصميم الصفحة متاح مجانا أبعث لك اياه تطبعيه بمجرد انك تكتبي لي ايميل على رهاميات at gmail.com لك التصميم مجانا وطريقة استخدامه ضمن الكورس المجاني تا مبسوطة سالمة 22 فيديو لحياة افضل لك اليوم وكل يوم النصيحة الثانية تعلمي تطلبي تتذكري داء مرض العطاء اللانهائي هذا من أعراضه إننا ما تعلمنا نطلب بكل تهذيب ووضوح لازم تتعلمي تعبري عن احتياجاتك ما حدا بيقرأ الأفكار ولا حدا مطلوب منه يضرب بالمندل ويتوقع أنت شو بتحبي وشو محتاجة وشو بدك بلا هالأفكار الرومانسية حتى مع شريك حياتك والسول ميت وتوأم روحك اطلبي اللي انت محتاجتيه ولا تصدقي كذبة انه لو طلبت واجاني بعد ما طلبته فهاد بخليه ماله قيمة لا ابدا عبري بوضوح عن رأيك واحتياجاتك وسيبك من تخاريف الانستغرام وبوستات من نمط الاهتمام ما بيطلبش على فكرة كل شيء بالحياة بيطلب وكلنا نتعلم نطلب وبنتعلم نسمع طلبات ونلبي طلبات نوضح طلباتنا نحن وما نعتمد على التوقعات والافتراضات ونقص المعلومات لكن لازم نخلي قنوات التواصل دايما مفتوحة وشغالة بالاتجاهين بعلاقاتنا النصيحة الثالثة اتدربي على استخدام كلمة لا learn to say no ومو تقولي لا بثانية وبعد ساعتين تلاتة تبريرات واعتذارات كأنك عاملة جريمة شنعاء وذنب لا يغتفر على فكرة no is a full sentence لا هي جملة كاملة تذكرة ومراجعة سريعة حددي قيمك وأولوياتك وعليها ابني الحدود كمان اتعلمي تطلبي وتعبري عن احتياجاتك وكمان تدربي ترفضي وتقولي لا ثلاث سنوات من تمكين المرأة الناطقة باللغة العربية حول العالم ثلاث سنوات من بودكاست رهاميات مع 120 حلقة فيهم ثلاثة بونس أبيسودز و117 حلقة كاملة خلال خمس مواسم ثلاث سنوات من تقديم المحتوى النفسي والتربوي بطريقة مهنية احترافية على أعلى مستوى وبقالب عصري مبسط في متناول الجميع لهيك بمناسبة إتمام بودكاست رهاميات ثلاث سنين رح ياخد البودكاست بريك لمدة ثلاث أشهر ما فيهم حلقات جديدة خلال هالشهور الثلاثة رح كون عم آخد قرار مهم كتير بخصوص استمرار البودكاست أو لا لأني عم واجه تحديات مادية صعبة أكبر مني والبودكاست ما بيدعم نفسه يعني ما اله مردود مادي يغطي الاشتراكات الشهريه وتمن الكتب والمراجع وكمان ادوات ومصاريف التسجيل والتحرير الصوتي للحلقات لهيك بهالاشهر الثلاثه لازم احسم قراري لو بودكاست ريهاميات رح يكمل او لا ولو كان رح يكمل فكيف هو الشكل الجديد يلي رح يكون عليه كمان بهالثلاث شهور عندي مواد بالماجستير لازم أخلص دراستها وهي فرصة لكم كلكم مستمعات ومستمعي بودكاست ريهاميات انه ترجعوا للحلقات يلي فاتتكم وتسمعوها ولو في سلسلة حلقات لموضوع معين انتو سمعتوها لكن حابين ترجعوا مرة تانية فتذكروا تعملوا هيك خلال شهر تشرين الاول والتاني وكانون الاول يعني اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2021 وبتمنى خلال هالثلاث شهور انكم تدعوا لي، من فضلكم يا ريت تذكروني بدعواتكم وصلواتكم حتى اقدر اخذ القرار الصح وسط كل المشاكل والصعوبات والتحديات يلي عمر فيها على الصعيد الشخصي والمهني، وان شاء الله يكون في لنا لقاء قادم ونرجع نتقابل يوم الجمعة 14 كانون الثاني يناير 2022 مع الموسم السادس وبداية السنة الرابعة من بودكاست رهاميات. بس هيك لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشيال ميديا حتى ناس أكثر تستفيد تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست ريهاميات www.rihamiat.com أو تبعتوا لي إيميل على ريهاميات at أو مسج واتساب على الرقم 0212-79-709-719 وعلى الفيسبوك دايما تابعوا صفحة وهاشتاج ريهاميات سلامات